ثم إلى حضرات أهل الخير كلهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. كل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. كل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شد ما خلق ومن شد واصق لذا وقب ومن شر النفاثات في العقد من شد حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما صنعت فلك الحمد ولك الشكر حتى ترضى. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما غلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والعادي الى صراطك المستقيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحابه حق قدره مقداره العظيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به القرب وتقلى به اللوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستصفى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمعة ونفس بأدد كل معلوم لك. اللهم صل وبلغ مثل الصواب ما قرأناه وما صلينا وما سلمنا وهذه هدية موصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة مقبولة أولا منا إلى حضرة نبينا وصفينا وسيدنا ومرشدنا ومنجينا وحادينا وقرة عيننا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آباه وأزواجه وذرياته وأهل بيته كلهم أجمعين. اللهم إلى حضرات جميع الأنبياء والأولياء والعلماء والسعداء والسعداء والصديقين والصالحين. اللهم إلى حضرات أزواج الطاهرات أمهات المؤمنين. اللهم إلى أرواح خلفاء الأربعة الراشدين وبقية الأسرة المبشرة المهاجر الأنصار. اللهم إلى حضرات ساداتنا البدريين واللحديين والخندقين والخيبرين والتبوقين والحنينين وصاهر الصحابة والقرابة كلهم أجمعين. اللهم إلى حضرات جميع الملائكة الله الكرام أجمعين. اللهم إلى حضرات ساداتنا التابعين وسلف الصالحين الأئمة المجتهدين خصوصا منهم إلى حضرة شيخ المشارق والمغارب قطب الأقطاب الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله وإلى حضرة سلطان العارفين الشيخ أحمد الكبير الرفاعي قدس الله وإلى حضرة سيدنا تاج الأولياء أحمد البدوي قدس الله سره وإلى حضرة سيدنا رئيس زايدنا الشيخ إبراهيم الدسوقي قدس الله سره وإلى حضرة سيدنا الشيخ أبو الحسن علي الشاذلي قدس الله سره وإلى حضرة سيدنا سلطان الهند خاجة معين بن جسيل الجميلي قدس الله سره وإلى حضرة سائر الأولياء يسعدى يسعدى يصدقين وصالح. اللهم إلى حضرات أمهات منا من آبائنا وأمهاتنا وأخواننا وأخواتنا وأخوالنا وخالاتنا أعمامنا وأعماتنا وأجدادنا وجداتنا وسائر أقاربنا خاصة وإلى حضرات أموات المسلمين مع القرى عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم زد لهم شرفا لا شرفهم وفضلا لا فضلهم وعزا لا عزهم وجاء لا جائهم وكرامة لا كراماتهم وعلي درجاتهم في الجنة. اللهم بحقهم وبجاههم يسر سيرنا. اللهم يسر سيرنا وسهل امورنا وقضي حاجاتنا واشف امراضنا يا شافي الامراض. اللهم يا شافي الامراض. اللهم يا شافي الامراض. اللهم بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى طهر قلوبنا. اللهم طهر قلوبنا. اللهم طهر قلوبنا من كل وصف يباعد من مشاهدتك ومحبتك وأمتنا على سنة والجماعة والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام.
اللهم يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا ربي غربتهم وأنس وحشتهم وآمن روحتهم ونفس غربتهم ونبر محلتهم ورفع درجتهم وكلنا ولهم وليا وبنا وبهم وفيا. اللهم اغفر لنا واغفر لهم وارحمنا وارحمهم وجمع بيننا وبينهم في دار جناتك جنات النعيم مع الذين انعمت عليهم من النبيين والشهداء والصديقين والصالحين. اللهم اجعل قبورنا وقبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورنا وقبورهم مفردة من نفر النيران. اللهم بارك لنا في كل امورنا بركة تامة كما باركت على عبادك الصالحين. اللهم ارحمنا وبارك لنا ولمن حضروا في هذه المجلس يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا خير الدنيا وخير الآخرة واصرف عنا شر الدنيا وشر الآخرة. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اغفر لنا وارحمنا ولمشايخنا ولأستاذنا ولإخواننا ولأخواتنا ولجميع أمة محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقنا ربنا شر ما قضيت. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات. اللهم اقض حاجاتنا كلها يا قاضي الحاجات. اللهم يسر لنا أمورنا كل أعمال راحت لقلوبنا وأبداننا وسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وأخرانا. اللهم كن لنا صاحبا وعونا معينا في سفرنا وخليفة في حضرنا وحلنا ومالنا يا رب العالمين. اللهم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إن أساءت مستقرا ومقاما. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب الرزق وأبواب السلامة وأبواب العافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم احفظنا واحفظ من معنا واحفظ ما معنا واحفظ قراباتنا من جميع الآفات والمصيبات والأخطار ومن شر الأعداء من الجن والإنس في البراري والبحار. واشف مرضانا واشف مرضانا واقض ديوننا واستر عوراتنا وآمن روحاتنا ومعولات الأسرار ونبر بصائرنا وطهر سرائرنا من الشق والغيار واخلصنا من الرياء والعجب والصمة والكبر والأقدار. واحفظ ألسنتنا من النطق بالفحش والإحزار. اللهم اوصل مثل الصواب ما كرهنا وحللنا وصبهنا وحمدنا وكبرنا وصلينا إلى روح سيدنا شفينا وسيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وفقنا حج بيتك الحرم. اللهم ارزقنا زيارة حبيبك نبيك سيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم على خير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين.